ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المتابعون الإمارات ومن مختلف دول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الحوارية الافتراضية الجديدة ضمن سلسلة الماراثون الثقافي التي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، والتي تحمل عنوان دروس حول بناء المجتمعات من الإمارات إلى كولومبيا. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف هذه الجلسة وهما بغنى عن التعريف. معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، وسعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا. تشغل معالي حصة بنت عيسى أبو حميد منصب وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2017، حيث تقود معاليها مسيرة التنمية المستدامة في إطار تأكيد التلاحم المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية ومسؤولية في مهمة البناء والتطور. أهلا وسهلا معاليك. أما ضيفي الثاني سعادة السفير سالم راشد العويس، فيشغل منصب سفير فوق العادة مفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا منذ العام 2018، في حين بدأ مشواره في مجال العمل الدبلوماسي منذ التحاقه كمستشار في إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عام 2013. متابعينا الأعزاء، مع اختلاف الثقافات والتاريخ ومع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي الشاسع لمجتمع دولة الإمارات ذو الطابع الخليجي والعربي من جهة والمجتمع الكولومبي من جهة أخرى، توجد دائما روابط من شأنها أن تؤسس لجسور تسهل التواصل والحوار والتعاون وصولا إلى نواة مشتركة لمبادرات ومشاريع تعود بالنفع على كلا المجتمعين. وفي حالتنا هذه يمكننا النظر اليوم إلى مفهوم الاقتصاد البرتقالي كأحد هذه الجسور. وقد سمي الاقتصاد البرتقالي بهذا الاسم لتمييزه عن غيره من مسميات أنواع وجوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر الخاص بالبيئة المستدامة والأزرق الخاص بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل ما يرمز له اللون البرتقالي في بعض الثقافات حول العالم بكونه رمزا للسعادة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ويمكننا تعريف الاقتصاد البرتقالي على أنه أداة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، يستند إلى إنشاء وإنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي يمكن حماية محتواها بواسطة حقوق الملكية الفكرية مثل صناعة التكنولوجيا، الإعلام، التطبيقات الإلكترونية والرياضة. دعونا أيضا لا ننسى ما ترتبط به دولة الإمارات وكولومبيا من علاقات دبلوماسية مميزة، والتي تأسست منذ أكثر من 40 عام وساهمت في تفضيل الصداقة بين البلدين وعززت مبادئ التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين. وعبر جلستنا الحوارية لهذا اليوم أتوقع أن نصبح أكثر قرباً من مكنون المجتمع الكولومبي الذي عاصر الكثير من التطورات والتقلبات نحو حاضر وغد جديد مشرق من شأنه ضمان حياة أكثر رغداً ورفاهية لأبنائه. ومن جانب آخر، النظر إلى التجربة الإماراتية في مجالات تنمية المجتمع ودور وزارة تنمية المجتمع في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لمواصلة الارتقاء به وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، خاصة في ظل ما يتميز به هذا المجتمع من مكونات مختلفة، إذ أن أقل ما يمكن وصفه بأنه مجتمع عالمي بطابع إماراتي. أود الآن أن أترك المجال لمعالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع لتطرح علينا جانباً من نظرتها لمبادئ التنمية المجتمعية في دولة الإمارات على مدى العقود الماضية، ومدى القدرة على تطوير نموذج مبتكر اقتصاد الاقتصادي يقوم بكتابة نظام شامل لمختلف الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمنه. تفضلي معالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد الترحيب بسعادة سالم بن راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وسعادة الدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام أكاديمية الإمارات للدبلوماسية. وأتشرف إخواني وأخواتي بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية النوعية معكم. في بداية الأمر دكتورة مريم، نسلط الضوء على الماضي القريب، فمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والحديث يعود نبنى إلى 1971 مع تأسيس دولة الإمارات واتحاد الإمارات، وقد بني على أسس تشاركية برؤية إماراتية وعربية عالمية. الجميع كان جزءاً من البناء وأصبح كذلك شريكاً في العطاء. التعليم والصحة والثقافة هي مقاييس تأسيس المجتمعات، وهي ثلاث أعمدة أساسية لبناء مظلة مجتمعية آمنة وداعمة لاستشراف نهضة واستدامة الدول، وهي التي استثمرت فيها دولة الإمارات وبسخاء منذ التأسيس. المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تعالى الأب المؤسس، أوجد مفاهيم جميلة في هذا المجتمع، أوجد مفاهيم في التعايش والتسامح، وفي فكر وثقافة دولة الإمارات الناشئة في السبعينات والصاعدة في الثمانينات والمنجزة في التسعينات والريادية الآن في الألفية الثانية وما بعدها بإذن الله. فدولة الإمارات أخوان وأخواتي ولدت مبصرة ومنفتحة على العالم. مجتمعنا تأسس على أركان صلبة وقاعدة معرفية عربية وعالمية، أساسها الأخذ الأفضل من التجارب حول العالم وتطبيقها في دولة الإمارات، ومن ثم لكي تعم الفائدة للأشقاء والأصدقاء. وعلى هذا الأساس بنيت هذه الدولة وبنت نهضتها على هذه الدولة، أبهرت بها العالم في هذا العمر القصير. فمجتمع دولة الإمارات ارتكز على بناء الإنسان وصقل مهاراته وتجاربه، ودولتنا بذلت الغالي والنفيس في هذا المجال لكي تحقق المعركة لأبناء الوطن. ما نحن اليوم عليه ما هو إلا جزء من الاستثمار الحقيقي في دولة الإمارات. وكذلك لا ننسى في دولة الإمارات اقتصاد نوعي يستند في بداية التأسيس، واستند في بداية التأسيس على النفط، ولكنه سريعا وبمجرد أن برزت الملامح التنموية لدولة الإمارات أصبح النفط رافدا غير أساسي في اقتصاد دولة الإمارات العالمي. اقتصادنا تنموي معرفي متجدد يستثمر في أدق التفاصيل وفي جميع التجارب التنموية على مستوى المنطقة. هذه المعطيات ربما أبلغ تعريف للاقتصاد البرتغالي الذي يرمز عالميا إلى اكتشاف المواهب ودعم الموهوبين وتحسين جودة حياتهم وتحقيق كذلك التمكين الاجتماعي والاقتصادي. شكرا معالي الوزيرة، واسمحوا لي الآن أن أدعو سعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا ليطلعنا عن قرب على طبيعة المجتمع الكولومبي وما هي نقاط التلاقي التي تربط هذا المجتمع الأمريكي اللاتيني بمجتمع دولة الإمارات على اختلاف مكوناته. تفضل سعادتك. السلام عليكم، أتشرف اليوم بهذه المحاضرة بالندوة بوجود معالي حصة وحميد، وأتشرف بأصل في اللقاء. كولومبيا كانت قبل 2017 يسمونها كولومبيا الأسعد في العالم، بالرغم الوضع الاقتصادي. لا يتوقف الكولومبيون عن الاحتفال وسماع الموسيقى والرقص مع أقلاماتها كل ليلة، فهم شعب يرغب بالرقص وبالمهرجانات. تعرف السعادة والاستمتاع بالحياة طريقة إلى قلب. يكفي نعرف أن عدد الاحتفالات في كولومبيا يفوق عدد أيام السنة. يعني احتفالاتهم كل احتفال يأخذ أسبوع إلى شهر، ما يحتفلون يوم واحد في كل مناسبة يعني. وهناك سواء كانت عدة أيام متواصلة مثل الكرنفال البنركية أو عروض كبيرة خلال مهرجان الزهور.
وصنفت مؤسسة وين جلوبال الدولية لأبحاث كولومبيا بين أكبر بلدان العالم للسعادة. وثقافة كولومبيا هي ناتج من خليط عرقي من سكان أمريكيين الأصليين والأوروبيين وخصوصا الإسبان، بالإضافة إلى الأفارقة وبعض المهاجرون العرب. وكان نتيجة هذا الخلط متعدد الأعراق مع متعدد الثقافات. ففي كولومبيا مثلا تبرز الحرف اليدوية التي ينتجها السكان المحليين والسياح، التي تصنع من المواد الطبيعية والأخشاب والجلود. وهذا الأمر الذي شجع الحكومة الكولومبية على تبني اقتصاد يساهم في تعزيز الهوية الوطنية ويساهم في توفير فرص عمل للمواطنين. مثل عندنا في الإمارات الحين إنماء مثلا عندهم أي هوية شغلة قدامى، فهم يتبنونها ويطورونها ويخلونها يروجون للهوية الوطنية. كما تشتهر كولومبيا بالفن التشكيلي، وبها واحد من أهم فنانين العالم اللي هو بوتيرو. ما بوتيرو معروف في كولومبيا، أشهر فنان عندهم في هذا. وطبعا انتم تعرفون شاكيرا من كولومبيا، واسمها شاكيرا مبارك. وصولها اللبنانيه مثلا من حوالي 1 مليون مواطن كولومبي عندنا، في عربي موجودين في كولومبيا. وعندنا طبعا ثقافه القهوه، القهوه الكولومبيه معروفه، وهاي تجذب السياح في عندنا في كولومبيا، اذا واحد يقدر يعطي يوم ولا يومين. وتحتفل مدينة يسمونها ميديجين، سابقا كان ميديجين مدينة جرائم، مدينة المخدرات، فتغيرت أساميهم الحين، خلوا يسموها ميديجين مكان الثقافة. فسنويا عندهم مثلا أكبر متجمع للشعر المحلي أو العالمي، حوالي 70 دولة تشارك، تقريبا 700 شاعر يجتمعون كل سنة، وكل واحد على اللغة اللي عنده، لغته يعني خاصة. في عندنا مدينة برانكية تشتهر بأشهر أوكالي بمهرجان الصلصة، معروف عندهم الصلصة في برانكية. وعندهم مهرجان الزهور، تعتبر كولومبيا الدولة الثانية بعد هولندا بالنسبة للزهور. يعني الزهور ما شاء الله في أي مكان تمشي في كولومبيا عادي، يعني أنا أي وقت ممكن السيارة تاخذ وردة يعني. وعندهم مهرجان أسبوع تقريبا، مهرجان الورود للأطفال للعائلة، أنواع من هاي، فيسوون بالشوارع مهرجانات هاي. عندهم بالنسبة للكرنفال معروف، برازيل أكبر مهرجان بالنسبة للكرنفال، ثانيا تطلع كولومبيا بالنسبة للكرنفال. شعب مرتاح، شعب يحب الفن، يحب الرقص، يحب الانترتينمنت على ما يقولون. بالنسبة يقرب الثقافة بين الإمارات وكولومبيا، أوضح بالنسبة للاقتصاد البرتغالي. الاقتصاد البرتغالي يعتبر كأنه عندهم مثل البترول، يعني دخل عليهم حوالي 35% من الدخل يطلع من الاقتصاد البرتغالي. الاقتصاد البرتغالي يوم تعمل واحد مهرجان أو مؤتمر أو تجيب ناس يجون، الفنادق تكون مشغولة، السياح يكون موجودين، المطار، الطيائير، فيكون عندهم دخل بالنسبة لهذا. فكل سنة الدولة تكون عندهم اجتماعات بالنسبة للاقتصاد البرتغالي.
شكرا سعادة السفير. بكل تأكيد ما سمعناه من ضيفنا الكرام يؤكد أن هناك دوما نقاط ترابط بين كافة المجتمعات الإنسانية حول العالم، أساسها الحوار المشترك، التعاون والسلام. ومجتمعاتنا الإنسانية تتعايش ضمن هذه المبادئ الخلاقة. على الرغم من أن مصطلح الاقتصاد البرتقالي غير مستخدم بكثرة في دولة الإمارات أو على مستوى المنطقة ككل، إلا أن مكوناته ومقوماته حاضرة وبقوة في الاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار، المعرفة والمستقبل. سؤالي هنا لمعالي الوزيرة، ما هي أبرز توجهات دولة الإمارات في مجال إثراء الإبداع والابتكار كأحد محاور التنمية المجتمعية في دولة الإمارات؟ وهل يمكن أن نطلق عليها الاقتصاد البرتقالي على المدى القصير أو المتوسط؟ شكرا دكتورة مريم. صحيح، بالفعل ممكن أن مفهوم أو اللغة المستخدمة للتعبير عن الاقتصاد البرتغالي لغويا ربما لا نتحدث عنه كثيرا هنا، لكن مضمون هذا الفكر وهذا الفهم متشعب في دولة الإمارات وفي فكر قيادة حكومة دولة الإمارات، إنما صلب اهتمام القيادة، حيث أن حكومة دولة الإمارات دولة المستقبل، وتقوم الحكومة على الدماء المتجددة دائما والأفكار المتجددة والمبادرات المتجددة، وتهدف سياسات الابتكار في دولة الإمارات بشكل واضح وصريح. الهدف الأساسي منها هي إسعاد شعبها وتحقيق استراتيجية مماثلة لرؤية الإمارات 2021 بأن نكون من أفضل دول العالم. ولا ننسى أن رؤية دولة الإمارات مئويتها 2071 إذا الله أراد وعطانا العمر معاكم بأن نكون أفضل دول العالم. وصول دولة الإمارات أنها تكون أفضل دول العالم بالمئوية لا يأتي من فراغ، ولا يمكن أن يأتي من فراغ، وإنما اتخذت حكومة دولة الإمارات أسس حقيقية وصلبة لكي تنتقل بمؤسسات كثيرة إلى هذا المستوى العالي من الدول المتقدمة. واحد من الأمور الأهم حاليا في أجندة دولة الإمارات مفهوم الابتكار، الابتكار والتجديد والإبداع في صلب العمل. وبالتالي فإن يشرفنا صراحة أن نطلعكم على بعض الأرقام اللي تبينت أن يعتبر الابتكار في دولة الإمارات، دولة الإمارات بالتحديد تعتبر الدولة الأولى عربية في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2019. هذه النسبة مبهينة، وهذا المؤشر مبهين يبين كيف دولة الإمارات اتخذت هذا النهج الأساسي وأصبحت من أفضل الدول في هذا المجال. وكذلك وفقا لمؤشر الابتكار العالمي في 2020 فقد تقدمت دولة الإمارات إلى المركز 34 عالميا، متقدمة مرتبتين على التصنيف للعام الماضي في 2019، وكذلك حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية. مع العلم أن مخرجات الابتكار تقاس بناء على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع كولكتيفلي مع بعض، كلهم مع بعض، وتعتبر سياسة الابتكار أداة حكومية تستهدف زيادة وتيرة الابتكار لأي اقتصاد وحل مشكلات اجتماعية واقتصادية متنوعة، مثل على سبيل المثال بعض مستويات الإنتاجية أو الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالطاقة والبيئة والصحة والتعليم كذلك. فاقتصاد المعرفة متشعب، وتبنى دولة الإمارات أدوات خاصة لقياس الابتكار، مثل على سبيل المثال عندنا مؤشر أبو ظبي للابتكار الذي يرمي إلى قياس تقدمها في هذا المجال وتحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة ب 2030 التي تحفز الابتكار كونه محرك أساسي للاقتصاد المعرفي. وفي عام 2014 بالتحديد أقر مجلس الوزراء بأن يكون عام 2015 عام للابتكار في الدولة. من هذاك الوقت صراحة فيها دكتور مريم شفنا كيف يتم حشد كافة الجهود الاتحادية والمحلية للتركيز على مفهوم الابتكار، ومن خلال هذه بتحديد عام كامل من 2015 ويسمى يطلق عليه عام الابتكار، اتجهت الحكومة الاتحادية والمحلية كلها بوتيرة سريعة لكي تنظم أجندتها من أول وجديد على مفهوم
الابتكار ويتم تطبيقه في كافة المجالات. انتقلنا من مفهوم تحديد أسبوع للابتكار في هذاك الوقت إلى آخر 3 سنين تم تحديد شهر كامل يسمى بشهر الابتكار، تقريبا يكون يصادف فبراير من كل عام. وخلال هذا الشهر الكامل لك أن تتخيلي أختي مريم والحضور الكريم، كافة الأجهزة الاتحادية والمحلية تتوجه إلى إبراز أهم ما توصلت إليه من تطبيقات فهم وفكر الابتكار والإبداع في تطبيقاتها اليومية. أعطيك أمثلة سريعة يمكن في هذا المجال وكيف تم توظيفه في وزارة مهمة مثل وزارة تنمية المجتمع، معنية بخدمة الناس والتواصل معهم ورفع جودة حياتهم في المجتمع. بعطيش مثالين عشان ما نطول. المثال الأول بنتكلم عن فئة أصحاب الهمم، وهي فئة جدا مهمة في مجتمع دولة الإمارات، وفئة يتم التركيز عليها لكي نضمن الدمج المجتمعي الكامل والاستفادة من القدرات الموجودة لدى أصحاب الهمم. فمن خلال توظيف فكر الابتكار من 2015 وحتى اليوم وتغلغل هذا الفكر في عملنا اليومي، أصبح عندنا مفهوم وتم أطلاقه من السيد صاحب السمو الشيخ عبد الله السعيد الله يطول في عمره وزير الخارجية، حيث أنه يرأس مجلس التعليم والموارد البشرية ومعني بهذه الأمور. وجه سموه الله يحفظه بإطلاق هذه البادرة المخصصة لأصحاب الهمم تحت مسمى مشاغل. مشاغل عبارة عن فكرة مبتكرة لكي تصل إلى أولياء أمور ويسوق لأصحاب الهمم حتى بيوتهم. تم تخصيص من خلال مراكز التنمية الاجتماعية المنتشرة على مستوى الدولة 7، تم تخصيص جزء محدد من هذه المراكز للتنمية الاجتماعية لكي تكون مخصص لأصحاب الهمم لإنتاجاتهم واليدوية. لدينا الحين أختيها دكتورة مريم أكثر عن 93 من أبنائنا من أصحاب الهمم فول فلاج تريند، على أساس أنهم يطلقون مشاريع تنموية. واحد من هذه الأمثلة على سبيل المثال اللي ينتجونها ويتم بيعها في معارض المجوهرات صاغة بمنتج بأحجار يتم استخراجها وتكوينها وإعادة استخدامها من أوراق النقد المدفع من المصرف المركزي، تظهر لنا بطريقة جدا مبتكرة كأنها مجوهرات ممكن الواحد يستخدمها كذلك كفلينز. يعني الأفكار ما توقف. الذي يقوم على إنتاج هذا المنتج الذي يتم بيعه ومن ثم يعود لأصحاب الهمم هم أصحاب الهمم نفسهم. ركزنا على فئة الذهنية والتوحد. مثال آخر من توظيف فكر الابتكار وتغلغل هذا الإبداع في حكومة الإمارات، تتكلم عن مفهوم الصنعة ومبادرة الصنعة، أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، معنية توجه كافة الجهود للمايكرو بزنسز، للمشاريع متناهية الصغر في اقتصاد دولة الإمارات. يوجولي وير من وين تي هذه المشاريع المايكرو بزنسز متناهية الصغر؟ من الأسر الموجودة في بيوتها وتنتج إنتاجات ترتقي إلى أن يتم بيعها. مفهوم الأسر المنتجة أصبح مفهوم صراحة رائد في دولة الإمارات، والحمد لله أن دولة الإمارات فيها السبق في هذا المجال، حيث أن كثير من دول الخليج والدول العربية لحقت دولة الإمارات في هذا المجال. الحين مفهوم الصنع في دولة الإمارات يضم أكثر عن 2800 أسرة منتجة. هذه الأسر يقوم إنتاجها اليومي على الابتكار والإبداع، ومن ثم إنتاجها المنزلي التي تدعمه وزارة تنمية المجتمع من أكثر عن طريقها، من ناحية التنقيب والبحث عن هذه المواهب، ومن ثم دعم هذه الأسر من ناحية إنشاء المايكرو بزنسز لهم، ومن ثم دعمهم بالدورات التدريبية المهمة لكي يقدرون يكونون على رجولهم ويقدمون شيء منتج، ومن ثم على أساس كلوز ذا جاب ننتقل إلى مفهوم الترويج لهذه المنتجات من خلال المعارض، من خلال المشاركات الدولية، من خلال حاليا صراحة من خلال كوفيد انتقلنا كلنا والحمد لله كنا جاهزين ننتقل لبيع هذه المنتجات عن طريق الويب، وحاليا مسجلين الأسر عندنا في موقع noon.com. هذه الأمور لم تأتي من فراغ، أتت من حرص قيادة دولة الإمارات على دعم مفهوم الابتكار والإبداع لكي يكون محرك أساسي لاقتصاد معرفة دولة الإمارات. المعذرة مريم، أظني you're muted.
شكرا معاليك. انطلاقا من هذه المبادرات اللي تعتمدها وزارة تنمية المجتمع واستنادا إلى توجهات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، سعادة السفير وين تشوف بوادر التعاون والتنسيق في هذا الشأن واللي يمكن اعتمادها بين دولة الإمارات وكولومبيا؟ أنا أشوف ما شاء الله على المعاليك، ما خليت شيء اللي بقيت أطرحهم صراحة. في تعاون الحين بيكون في بين وزارة الثقافة الكولومبية مع وزارة الثقافة مع الدكتورة نورة، في بدنا نسوي ام او يو، مذكرة تفاهم قريبا بنوقع معاهم. معاليها مهتمة في الموضوع، وافكار صراحه يعني ان التقارب بين الامارات وكولومبيا هو يكون جسر التواصل، هو الثقافه الصراحه اللي هو بيكون فيه. فنحن شغالين مع وزاره الثقافه ان شاء الله، وبخلي واعتقد الكولومبيين بيستفيدون منا، نحن هم بيستفيدون اكثر من عندنا نحن الصراحه، يعني لان الابتكار والاشياء اللي معلش اللي طرحتيها ما عندهم اعتقد لهالدرجه وصلهم، فهم متأكد أنا 100% بيستفيدون من الخبرة اللي عندنا. فهذا الشيء. والله تشرف سعادتك، بالعكس هذا موضوع جدا مهم ودولة الإمارات ضغطت شوط كبير فيه، حيث أنه يعني سعادتك الموضوع ما أصبح فقط يعني أنها خلال مثلا شهر أو أسبوع كامل مخصص، ولكن كذلك عملت الحكومة على إيجاد أدلة ونظم عمل وهيكل تنظيم كامل لفكر الابتكار، وأصبح عندنا شباب وبنات ما شاء الله يحملون شهادات في هذا المجال. فهذا صراحة على الجمهوريه الكولومبيه صراحه بيكون في شورت كات كبير لهم على اساس يوصلون لقدمه دوله الامارات. شكرا سعادتك. ومعاليك اود ان اتوجه هني بسؤال حول كيف يمكن وصف مساهمه الادوات التنمويه اللي تمتلكها دوله الامارات ورؤيتها الفريده لبناء مجتمع تنافسي في توطيد اسس المجتمعات وتعزيز الاندماج، اندماج مكوناتها وتكامل عطائها. شكرا دكتوره. ويمكن دكتور مريم هني اسلط الضوء شويه بالتحديد زوم ان على وزاره تنميه المجتمع والفئات التي تخدمها. مثل ما نعرف وزاره تنميه المجتمع هي جزء اساسي وكبير من حكومه دوله الامارات، وزاره منذ البدايه كان هدفها الاساسي تقديم المساعدات الماديه لفئات ضعيفه من المجتمع، ولكن مثل ما نعرف مثل ما تم التطور الهائل في حكومه دوله الامارات وفي مؤسساته، أصبح كذلك هذا التطور يصل إلى كل مؤسسة من كل دائرة وكل وزارة. وزارة تنمية المجتمع السابق كان اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن مع التغيير الوزاري اللي كان تقريبا من 4 سنين في عام بالتحديد في عام 2016 تحول اسمها إلى وزارة تنمية المجتمع، وبالتالي أصبح العمل في هذه الوزارة مختلف متشعب أكثر صراحة، يعني السكوب له كثير كبر. في التغيير الوزاري الأخير كذلك تم إضافة مهام إضافية لوزارة تنمية المجتمع معنية بجودة الحياة، فبالتالي الفئات التي تخدمها هذه الوزارة متنوعة ومتشعبة. نحن نتكلم عن كافة الفئات المعنية بمجتمع دولة الإمارات من أطفال ويافعين وشباب ومقبلين على الزواج والمقبلين على الزواج اللي بيأسسون أسر كذلك. نتكلم عن الأسرة الإماراتية بشكل كامل، نتكلم عن الأسرة إن كانت إماراتية أو مقيمة قائمة تعيش على هذه الأرض، كيف العلاقات بينهم، نتكلم عن كبار المواطنين وكيفية الاستفادة من الخبرات الهائلة الموجودة لديهم، كيف ممكن الرد ندمجهم في المجتمع والخبرات العظيمة اللي موجودة عندهم يستفيدون منها عن طريق جسور التواصل مع فئة اليافعين والشباب. نتكلم كذلك عن فئات جدا مهمة يعني بالتو طرقنا لها اللي هي فئة أصحاب الهمم. كذلك لا ننسى أن هذه الوزارة كذلك بمؤسسات القطاع الثالث، المؤسسات اللي هي معنيه في الان جي اوز، جمعيات ذات النفع العام، بتنظيم عمل هذه الجمعيات ومشاركتهم في التنميه الشامله للمجتمع وتنظيم اكثر العمل لكي ننهض بتنميه مستدامه. لا ننسى ان احنا امام عيوننا ال 2030 جولز اس دي جيز،
قائمة يعني هذه الأهداف العالمية قائمة بحد ذاتها على مفاهيم الاستدامة. التنمية المستمرة والتنمية المستدامة من أهم الأهداف القائمة في دولة الإمارات. بعد كذلك لا ننسى أن مجتمع دولة الإمارات قائم بتلاحم أسري ومجتمعي كبير، نتكلم أكثر عن 20 جنسية قائمة على هذه الأرض، وخلال هذه عفوا 200 جنسية تعيش على هذه الأرض، وهذه الجنسيات لم تستطيع أن تعيش في هذه الدولة لهذه بدون مفاهيم أساسية غرستها دولة الإمارات منذ التأسيس، مفاهيم التعايش، مفاهيم التسامح. وبالتالي في العام الماضي عندما تم تحديد عام كامل للتسامح لم يأتي من فراغ إرادة، لأن نعرف أن هذه الفكرة التنموي والسلام لا يقوم إلا على تضافر كل الجهود. سعادة السفير تطرق إلى مفهوم جدا مهم، تبادل الثقافات بين الدول. حديثنا اليوم صراحة يصب دكتورة مريم في هذا المجال في بطريقة أو أخرى. فهدف الأساسي لدولة الإمارات لكل المؤسسات اللي قائمة فيها هي رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين، وبالتالي نوصل جميعا إلى مفهوم الرفاه الاجتماعي الذي نتمنى الكل يستفيد منه ويطبقه. شكرا معاليك. سعادة السفير، من خلال تجربتك الخاصة في كولومبيا، كيف تقيم تأثير اعتماد منهج الاقتصاد البرتقالي على الحركة الإبداعية والثقافية هناك؟ وهل ساهمت فعلا في التأثير إيجابيا على المجتمع الكولومبي اللي عانى الكثير، خلنا نقول يعني من فترة طويلة لين وقت قصير من اليوم؟ الرئيس الكولومبي أول ما استلم الحكم يحاول أن يفهم الشعب أن في عندنا اقتصاد مش معروف عنه، وحتى الآن الشعب الكولومبي نص مو بعارفين شو معناه الاقتصاد البرتغالي، لكن الرئيس الكولومبي قاعد يروج يقول أن هذا اقتصاد فعال، أي شيء يسوونه هذا يدخل يكون عليهم دخل يعني. فبالنسبة للتواصل معهم الاقتصاد البرتغالي، الدول بعض الدول الحين تحاول تشوف شو بالضبط تاخذ من كولومبيا الخبره اللي عندهم. وبالنسبه عندهم وزاره خاصه تقريبا مختصه في هالموضوع الاقتصاد البرتغالي، عندهم وكيل وزاره مختص في هالموضوع ويحاولون يروجون بالنسبة للاقتصاد البرتغالي، وهذا اللي أنا. شكرا سعادة السفير. وفي هني عندهم يعني بالنسبة للمهرجانات والفنون في أي وقت تحصلينهم بسهولة يعني مثل اليوم أنا إن شاء الله عندي فرقة جايب إنها يعني البارح في الليل الساعة 9 الليل اتصلنا قلنا نبغي، وهاي التونة مال الإمارات اللي بيسوونها النشيد الوطني، العيد النشيد الوطني. فإن شاء الله قبل ما نخلص نراويكم الفرقة الكولومبية تعزف النشيد الوطني. شكرا سعادة السفير. متابعينا الأعزاء، أعتقد أن وقت الجلسة قارب على الانتهاء، خاصة وأن في يعني قاعدين نناقش موضوع شيق وقائم على محاولة لربط عدد من العناصر غير المترابطة تقليديا وضعها في البرسلس ومشجع للبحث والاستكشاف. محاولة ربط الثقافة والإبداع بنطاق اقتصادي يتخطى مؤسسة صغيرة أو حتى مدينة بعينها ليصل إلى مستوى اقتصاد دولة، فهو بالتأكيد أمر مثير للاهتمام. من جانب آخر، محاولة إيجاد روابط ملموسة بشأنها نقل التجارب والخبرات بين مجتمع عربي خليجي كالمجتمع الإماراتي مع مجتمع آخر كالمجتمع الكولومبي ما هو إلا محفز آخر للحماس وحب الاستطلاع. أود في ختام هذه الجلسة أن أدعو ضيوف الجلسة لاختتام مشاركتهم عبر كلمة أخيرة وختامية. أترك المجال لمعالي الوزيرة لاختتام مشاركتها، تفضلي معالي. شكرا دكتورة مريم. يمكن في الختام عشان ما نطول دكتورة صراحة نقول نحن في دولة الإمارات في أقل من 50 عام انتقلنا
من الصحراء عفوا الى الفضاء. وهذا حقيقه صراحه، وهذا واقع نحن نعيشه حاليا، ونحن في هذا صراحه في طريقنا الى المسبار، مسبار الامل اللي هو المسبار الاستثماراتي العربي، لا يزال هذا المسبار يسبح في فضاء الله الواسع سبحان الله. حاليا ونحن نتكلم في هذه الجلسه يتم التواصل مباشره من الارض الى المسبار الذي سيصل باذن الله اقل تقريبا 4 شهور ونص الى المريخ، وسياتي بكثير من المعلومات التي لم نتطرق اليها حتى الان. هذا فكر دوله الامارات، وهذه رؤيه دوله الامارات، وهذه هذه الامور التي ينشا عليها شعب دوله الامارات. فرجلنا ثابته على الارض والحمد لله، وهممنا عالية في السماء تتعدي المريخ. شكرا دكتورة مريم. شكرا معاليك. أترك المجال لسعادة السفير. سعادة السفير إذا الفرقة جاهزة نحن جاهزين. أنا أدعو الجمهور يحضر يشوف يزور كولومبيا، لأن بلد جميلة، الجو ما شاء الله، يعد عدد سكان كولومبيا حوالي 48 مليون، وبلاد جميلة صراحة. فأنا الحين من الفرقة أحاول أشوف نشيد الوطن. ما دي شاف عين أخيا. يلا. ما دي مبين عندكم ولا؟ الحين يبين. يلا. نشوفه. يلا. شكرا سعادة السفير. متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الجلسة الحوارية الشيقة. أتمنى أن نكون قدمنا لكم حافز جديد لاستكشاف أنواع جديدة من الروابط الإنسانية اللي تجمع الشعوب مع بعض، كالروابط القائمة على الثقافة والأدب والإبداع والابتكار. أشكر مجدداً كل من معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا. كانت هذه الجلسة عن دروس حول بناء المجتمعات من الإمارات إلى كولومبيا. أرجو أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد وجديد. دمتم بخير. شكراً.